بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بأبناء الأعزاء طلاب الصف السادس ابتدائي، نرحب بكم في موضوع جديد وهو موضوع بعنوان عناصر التصميم، وهذا هو الدرس الرابع من دروس الفنون البصرية لهذا العام. طبعا يعني هذا الموضوع موضوع فيه مادة نظرية يعني كثيرة، فأرجو أن تنتبهوا معي، ولكن قبل أن نبدأ فلا بد من التذكير بالقيمة الأسبوعية لهذا الأسبوع. القيمة الأسبوعية لهذا الأسبوع بعنوان الصدق مع الله سبحانه وتعالى. إنسان يصدق مع الله عز وجل في عبادته لله سبحانه وتعالى. الصدق مع الله هو أعلى أنواع الصدق. الصدق مع الله يكون في النية، تكون صادق في نيتك، ويكون في العمل إذا قمنا به. الصدق في النية مطلوب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. والصدق في العمل يكون بالاعتقاد، الاعتقاد النافع، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فنسأل الله تعالى أن نكون جميعا من الصادقين. وفي البداية نتوجه بالسؤال التالي. السؤال التالي يقول: من يذكر لي بعض عناصر التصميم؟ طبعا اللي عنده فكرة عن هذا الموضوع قد الآن يتذكر بعض عناصر التصميم. طبعا عناصر التصميم سهلة وبسيطة ومعظمكم يعرفها، بس يمكن السؤال في صياغته شوية غريب عليكم. هنعرف من العناصر دي، هذه طبعا عناصر سبعة لازم نحفظهم نتعرف عليهم عشان يعني نستطيع الإجابة في الأسئلة التي تأتينا في التطبيق أو في الواجبات أو في الاختبار إن شاء الله. طبعا من دراسة هذا الموضوع قبل أن نبدأ في عرض العناصر، أنك تكون قادر إن شاء الله مع نهاية هذه الحصة أو هذا المقطع أو هذا الفيديو أن تكون يعني قادر أنك تعدد عناصر التصميم السبعة من خلال الشرح وبطريقة صحيحة، وأيضا يعني في النهاية ترسم لوحة فنية باستخدام عناصر التصميم بشكل جيد. هذه هي أهداف هذا الدرس. عناصر التصميم يا شباب سبعة عناصر، وهي مجمعة الأول، وبعدين إن شاء الله سنفصل في كل عنصر من العناصر السبعة. أول عنصر النقطة، يعني تخيل أنك هي معلومات بسيطة وسهلة بس هي شوية محتاجة منك تركيز. النقطة، والنقطة هذه يعني أبسط شيء، ثم الخط، ثم ثالث شيء الشكل، الرابع الحجم، الخامس الملمس، السادس اللو، والسابع والأخير هو الكتلة والفراغ. هذه هي العناصر السبعة، وإن شاء الله سنتكلم عن كل عنصر يعني بشيء من التبسيط. أول عنصر عندنا هو النقطة، وعنصر النقطة لازم نعرف ما هو العنصر أولا. العنصر هذا ما هو العنصر؟ هو المكون للوحة. طيب إذا العنصر يعرف بأنه المكون، ثم ما هو عناصر التصميم؟ ما هو التصميم؟ التصميم هو مجموعة من المكونات طبيعي، أو مجموعة من العناصر، هو التكوين مكون من عدة عناصر أو مجموعة من المكونات أو العناصر. هذا هو التصميم، مجموعة مكونات يعني تجعلك ترى تقول هذه اللوحة عن كذا، عن الشروق، عن الغروب، عن السباق، عن الصحراء، عن الغابة، كلها عبارة عن تصميم. هذا مجموعة من العناصر أو المكونات. النقطة يا شباب هي أول يعني عنصر من عناصر أو أول مكون، والنقطة هي أبسط العناصر، أبسط عناصر عبارة نقطة، والنقطة هذه منطلق لأشياء كثيرة، منطلق لرسم لوحة جميلة هي النقطة. إذا حركنا النقطة تعطينا خط، ومجموعة خطوط يعطونا شكل، والشكل يعطينا مكون عدة مكونات من مكونات اللوحة. فالنقطة
إذا فكرنا ممكن نعمل منها إيش؟ اللعبة اللي أنت تلعبها هذه اللي هي لعبة الإكس أو هذه هي عبارة عن نقط، عبارة عن نقاط، يعني 9 نقاط معروفة، توصل هذه النقاط مع بعضها تعطيك خط فتفوز، معروفة يعني مجموعة نقاط. والنقطة يعني كل شيء أبدأ رسمه بنقطة، نضع سن القلم على الورقة ونبدأ برسم يعني خط، نتحرك ونرسم دائرة، نتحرك ونرسم شجرة، نتحرك ونرسم سحاب، طائر، كلها طبعا يعني كلها عبارة عن نقاط. والنقطة تمثل في الطبيعة، في مثلا في النجوم في السماء أو في حبات المطر، يعني أشياء كتير تعبر عن النقطة. وهذا الشكل طبعا هو شكل كله عبارة عن نقاط، بس شكل جميل طبعا، عبارة عن قوقعة، وهذه القوقعة بهذا الشكل نقاط صغيرة ثم أكبر 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 أكبر. لاحظ أنت كده حللها تلاقيها نقطة صغيرة ثم كبرت شوي 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 شوي. في نظام هذا أعطانا الشكل الرائع والجميل اللي هو ممكن أحدكم يقلده ويرسمه ويعمله في لوحة ويكون جميلة يعني. العنصر الثاني يا شباب الخط، وقلنا الخط ده عبارة عن مجموعة نقاط، عبارة عن مجموعة من النقاط المتراصة بجوار بعضها البعض. والخطوط طبعا يعني مجال واسع تتنوع في أشكالها وفي أوضاعها. في الأشكال عندك الخط يعني المستقيم، الخط المنحني، والخط الحلزوني، والخط يعني المغلق، والخط المفتوح، والخط الملولب، والمنكسر، وهكذا يعني الخط المتقطع، كلها إيش؟ عبارة عن خطوط. وبنستفيد في الخطوط دي طبعا بتظهر في في الإشارات الأرضية في الشوارع، المرور وأشياء من هذه، توجه الناس إنك تنتقل من مكان لمكان، أو ممنوع إنك تقف هنا، أو ممنوع، هي كلها بخطوط، تعبر عنها بخطوط. ثم إن الخطوط لها أوضاع، إحنا قلنا أنواع، في فرق بين الأنواع والأوضاع. فالخطوط لها 3 أوضاع، إما أن يكون وضع رأسي اللي هو العمودي، أو وضع أفقي، أو وضع مائل. هذه 3 أوضاع، الأوضاع 3 وهي الأفقي والرأسي والمائل. هذه بالنسبة للخطوط، وننطلق من الخط إلى الشكل. الشكل طبعا هو عبارة عن إيش؟ إحنا قلنا النقطة ثم مجموعة نقاط يعطونا خط ثم مجموعة خطوط يعطونا الشكل. والشكل كما ترى في أشكال هندسية منتظمة مثل الأشكال المشهورة، المربع، المثلث، المستطيل، الخماسي، البيضاوي، كلها أشكال هندسية منتظمة. وفي بعض الأشكال حرة غير منتظمة، يعني ترسمها بيدك، الفري هاند بيدك، يعني كما ترى أشكال حرة، هذه لا ترسم بالأشكال الهندسية ولكن باليد. فالشكل هو عبارة عن مجموعة من الخطوط، المساحة المحصورة بين عدة خطوط عند التقائها ببعض تمثل الشكل، فالمستطيل شكل، والمثلث شكل، والمربع شكل، وهكذا. العنصر الرابع من عناصر التصميم وهو الحجم. طبعا الحجم يعني الحجم بالنسبة لمادة العلوم مثلا غير الحجم بالنسبة للفنية أو في الفنون البصرية، هناك حجم كبير ومتوسط وصغير. الحجم الكبير دايما نعبر عنه بالمقدمة، في المقدمة بالشكل القريب، ثم الشكل الحجم الوسط بيكون في الوسط، ثم الحجم الصغير بيكون أو الشكل الصغير بيكون حجم صغير بعيد ليظهر عملية البعد، وممكن يكون بعيد وكبير ولكنه عبرنا عنه بحجم الصغير حتى نعطي للوحة قضية البعد، إن دايما البعيد يرسم بحجم صغير والقريب يرسم بحجم كبير والمتوسط يرسم بحجم وسط. فمثلا هذا البطريق اللي في الأول يعني شوف حجمه كبير، بطريقين نفس الحجم ولكن واحد بعيد وواحد قريب، القريب حجمه يعني يبدو كبير، والصغير البعيد شكله صغير. كذلك القبعة القريبة بتكون حجمها كبير، وإذا بعدت قليلا يبدأ يصغر الحجم، وهكذا. والآن الملمس، قضية الملمس قضية فنية. طبعا في الملمس في منه خشن وفي منه ناعم، وهذه هي التصنيف المشهور يعني الخشن والناعم وغيرها من الملامس الطبيعية التي نراها في حياتنا. وفي مجالات الرسم نفرق بين هذه الملامس من خلال النقوش المرسومة، يعني مثلا هذه الرسمة النقوش التي في الوسط، رسمتين اللي في الوسط المقابلين بعض، هذه 6 رسمات، رسمتين اللي في الوسط تشعر ان السطح فعلا سطحهم يعني خشن، معبر عنها بالرسم بهذا الشكل، التركيز في الرسم وفي الدوائر وفي اللون، بخلاف الرسمتين اللي في الاول اللي على اليمين، هذه طبعا يعني تشعر منها انها ملامس ناعمة.
بالإحساس، والآخر شيء على اليسار هذه وسط ملابس متوسطة. ونأتي إلى العنصر السادس وهو عنصر اللون، واللون قضية كبيرة وتكلمنا فيما سبق عنها، وقلنا إن الأصل في الألوان ثلاثة ألوان، هاي الألوان الأصلية أو الأساسية الأحمر والأصفر والأزرق، وإذا خلطنا هذه الألوان ببعض نحصل على ألوان أخرى ثلاثة اسمها الألوان الثانوية، وقد نحصل على أكثر من ذلك حسب درجة التخفيف والتغميق، ولكن بشكل مبسط الألوان الأساسية ثلاثة أحمر أصفر أزرق، ثم لو خلطنا الأصفر مع الأحمر يعطينا برتقالي وهو لون ثانوي، وإذا خلطنا الأصفر مع الأزرق يعطينا أخضر وهو لون ثانوي، وإذا خلطنا الأحمر مع الأزرق بيعطينا لون بنفسجي كما تشاهد في هذه الدائرة. هم ستة ألوان، ثلاثة أساسيين وثلاثة ثانويين. لاحظ أن الدائرة هذه مقسمة ثلاثة أقسام، الألوان الأساسية وثلاثة للثانوية. نبدأ بالأصفر من فوق، تلف في جهة اليمين نفس عقرب الساعة، سترى أن بعد الأصفر في أخضر وبعدين أزرق. من أين أتى الأخضر؟ من خلال خلط الأصفر مع الأزرق، بينهم أخضر. طيب خلط الأزرق مع الأحمر بينهم بنفسجي، خلط الأحمر مع الأصفر بينهم برتقالي، وهكذا. وطبعا قد يكون بينهم درجات أخرى بيسمى لون وسطي، اللون هذا إذا اقترب من الأصفر يكون مصفر شوية، إذا اقترب من الأزرق يكون مزرق، وهكذا. نفس هذه الدائرة بهذا الشكل، يعني عندك ثلاثة ألوان أساسية، لون أساسي لون أساسي لون أساسي، أحمر أزرق أصفر، وبعدين عندك ألوان ثانوية اللي في الوسط، لون ثانوي لون ثانوي لون ثانوي، اللي هو البنفسجي والأخضر الغامق هذا والبرتقالي لون الثانوي، ثم بينهم في لونين بعد، لون قريب من اللون الأساسي من هنا ولون قريب من اللون الأساسي من هناك، لون قريب من الأحمر فبيكون بنفسجي محمر، لون قريب من الأزرق بيكون بنفسجي مزرق، كذلك الأخضر اللون القريب من الأزرق بيكون لون وسطي بين الأزرق والأخضر، واللون اللي بين الأصفر والأخضر بيكون لون الخضار شوية مصفر فاتح، وهكذا. فهذه هي الألوان، وهذه بعض المعلومات عن الألوان كعنصر من عناصر. طبعا في ألوان، في قضايا أخرى، الألوان المحايدة، وفي أشياء يعني هو ألوان المتقابلة، كل هذه في دائرة الألوان وفي دائرة اللون كعنصر من عناصر التصميم، وعنصر مهم جدا. آخر عنصر من عناصر التصميم هي الكتلة والفراغ. طبعا هذه الكتلة يعني لها علاقة، يعني هي كتلة يعني بتعرف الكتلة فيزيائيا بأن كل ما يشغل حيز من الفراغ، كل ما يشغل حيز من الفراغ فهو إيش؟ هي الكتلة. زين، وفي العلوم يكون له وزنه وتعريفات خاصة بالعلوم، أما عندنا في الرسم فالكتلة في الرسم لها علاقة بالشكل وبمساحة الفراغ حولها، ولا بد أن تنسجم يعني مع أي مع عناصر اللوحة بالكامل يعني. ففي عناصر في اللوحة لابد أن تنسجم مع كتل العناصر الأخرى المكونة للوحة. هذه يا شباب الكتلة والفراغ، كما ترى في الفراغ الأبيض والأسود هي كتلة الجسم، وفي توازن طبعا بين الكتلة وبين الفراغ عشان نحصل على شكل جميل زي هذا. يمكنكم أن ترسموا يعني لوحات تشبه هذه اللوحات أو أي عنصر من العناصر. يعني في الختام نحن نريد منكم أن يعني ترسموا لوحة أو أكثر، يعني استفيدوا منها عناصر التصميم هذه. ممكن واحد يرسم لوحة شافها مثلا في يعني عنصر مثلا الحجم أو عنصر الخط أوضاع الخط أو عنصر اللون أو الملمس، في عندكم لوحات شكلها حلو ممكن تقلدوها أو تعملوا شيء من الخيال من عندكم يبقى شيء جميل يعني. ونختم هذا الفيديو بالسؤال الغلق، وهو اذكر عناصر التصميم السبعة التي تعلمناها اليوم. طبعا واضح ان الناس مركزة معايا، ان شاء الله هيكون العنصر الاول هي النقطة، ثم الخط، ثم الشكل، ثم الحجم، ثم الملمس، ثم اللون، ثم الكتلة والفراغ، وفي الختام ننتظر إبداعاتكم ورسمتكم الرائعة. والطلاب اللي يدرسون عن بعد يحتفظون برسمتهم داخل الملف وبالتاريخ، والطلاب الذين يدرسون التعليم المجمل في المدرسة يعني بيأتوا إلينا ويروحوا يدرسوا من البيت، هذول يسلموني اللوحات إن شاء الله بعد رسمها. وفي الختام نستودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.